استغليت هاي الموهبة بالثورة السورية بالرسم على مخلفات الحرب من بقايا الصواريخ وبقايا القذائف اللي كانت عم تنزل على رؤوس المدنيين في الغوطة الشرقية وكامل سوريا. طبعا هي الادوات اللي كانت عم تنزل على رؤوس المدنيين انا جيبها نظفها اعاده تدوير رسم زغرفه تلوين حتى وجهها بشكل جميل للمشاهد انه هي القطع هي اللي قتلت السوريين. ورغم هالشيء هذا السوريين من تحت الدمار بيقوموا وبيلونوا بزخرفوا القطع تعبير منهم عن حبهم للحياه.